معانا الاستاذ سالم من مصر، برحب بيك يا استاذ سالم. لك استاذ، تمام الحمد لله، اتفضل. بحب اسالك يعني بالنسبه للحجاب. ايوه، ماله بالنسبه الحجاب؟ للحجاب هو معظم الناس يعني بيقولوا ان هو مش فرض. في معظم الناس دي، مين معظم الناس اللي بيقولوا ان هو مش فرض؟ واحنا بناخد ديننا من الناس ولا من العلماء؟ من العلماء طبعا، بس طيب يعني الأغلبية دلوقتي اللي احنا بنشوفهم ما بيلبسوش حجاب، والناس بتتكلم في الإعلام المصري تقول الحجاب يعني عادي حرية شخصية. طيب انت عايز تعرف حكم الحجاب ايه؟ يعني معظم السيدات اللي هم عليهم حجاب هم مسلمين. طب بص، سيبك من المعظم الإسلام يعني فرض وسيبك عليهم من ان اللي هم الناس بتقوله، أفضل مين؟ خليني اقول ان انا هسأل الشيخ عصام سؤال على لسان حضرتك، تقول ما هو حكم ايه، هو اللي الحجاب؟ يعني ايه الكلام اللي سمعه اثبت له ان الحجاب مش فريضه؟ طب رد على الشيخ مثلا، تمام، ايه الايه او الحديث او الدليل اللي اتقال لك ان اتقال لك بيه الحجاب مش فرض او مش واجب مثلا؟ مين؟ ايه؟ احنا يعني بنشوف الاعلام المصري بيقول يعني الست ايوه، من الاعلام المصري عندها بيطلع لنا حرية رقاصه، هشغل مراتي رقاصه وبناتي رقاصات؟ ما الاعلام المصري بيجيب ناس طيب، بتشرب مخدرات وحشيش، هشرب حشيش ومخدرات؟ ما عشان كده يا شيخنا اتصلنا عليك وبنحب يعني انت نسمع طلعت سمعت لقيت الرد الشيخ الازهر او المفتي او اي حد من اهل العلم طلع قال لك ان الحجاب مش فريضه؟ الشغل في مصر كلها احنا ما بنعترفش بيها اصلا. الايه؟ الشيوخ اللي في مصر يعني انت ما بتعترفش بالشيوخ اللي في مصر؟ اعترفت بالاعلام اللي في مصر؟ دول يعني انت حضرتك مش معترف بنعترف بالشيوخ؟ هو اعترفنا بالاعلام؟ وصلك ولا لا؟ نعم. يعني انت مش معترف بالشيوخ، تمام، انما معترف بالاعلام اللي بيقوله؟ مش معترف بيه، انا معترف بان الاسلام يعني فرض الحجاب على المسلمين. طيب خلاص، يبقى السؤال ايه؟ السؤال حضرتك يعني اللي توضح لنا الحجاب، تمام، بس الناس في عندهم بتقول النقاب. طب النقاب ما صحيحش القران. طيب حاضر حاضر يا استاذ سالم، ان شاء الله يجيبك الشيخ عصام. هو شيخنا بس عنده لغط شويه، بيقول ان في ظاهره عدم ارتداء الحجاب، والاعلام بيقول ان ارتداء الحجاب مش فرض، وبيقول ان المشايخ يعني بيقول ان يعني مش ساكتين مش بيتكلموا، مع ان انا الامانه يعني شفت ان الشيخ الازهر نفسه قال في الموضوع ده ان الحجاب فرض، بس في الاخير وتقريبا منعوه من الظهور عشان كده الفتره اللي فاتت. ففي الاخير دلوقتي هو بيسال يعني بيقول السؤال، الحجاب مش فرض؟ طب مرات السيسي لابسه غطاء راس، وبناته وجواز ولاده، على الاقل من باب حتى زعيمهم. ايوه، طيب جابوا منين بقى ان الحجاب مش من الدين؟ يعني انتصار السيسي وولاد السيسي وزوجات ولاده لابسينه ليه؟ عياء ولا عن قناعه؟ ممكن يقول لك مش ده الحجاب الشرعي. مين اللي قال ان مش ده الحجاب الشرعي؟ يعني مين يقول احنا لا خلينا في الطرف اللي هناك اللي هو ابتداء اعلامهم. ايوه، طيب انت بتطلع في الاعلام الناس دي وتقول سيده مصر الاولى، لابسه ايه سيده مصر الاولى؟ غطاء راس ومش محزه ولا يحزنون، لبسيها واسع. ايوه، بغض النظر بقى دي ايه شغل النهب والحاجات دي، بكلم في قصه ثانيه. طيب الهادي الظاهره صح؟ تمام. طيب حلو، ده كلام كويس. لابسه ايه بقى بناتها زوجات ولادها؟ محجبين كلهم او على الاقل غطاء راس. خلاص. طيب جه منين بقى ان الاعلام، منين جاب الاعلام ان مش فرض؟ وبعدين الناس تاخد الحكم الشرعي من الاعلام ولا من العلماء؟ المفروض من العلماء. تمام، ومن قبل العلماء من الشرع طبعا. العلماء قال الشرع جداً. قال ان الحجاب مش فريضه، اللي تلبسه وتقلعه وتقلعه ما حصلش. طيب يكون بيفتري على الشرع كذبا. الحجاب يدور بين الفريضة والوجوب. تمام، بس